بعده وين هو؟ كيفكم؟ كيف جيزال؟ بتسلم عليك. ليه ما اجت معك؟ وقت نسوان اليوم؟ وقت السياسة؟ روحوا بنفهم بالسياسة أكثر منكم، لو سمعتوا مني وما صلحتوا فؤاد يوم عمار المستوصف كنتوا ما وصلتوا لها. ليش هي خربت غير وقت اللي صارت المرأة تنتخب؟ يلا رجال قلب، بدالكم فزعانين تدعسوا النملة. بدك للدغري؟ ريحة المطبخ أحسن من ريحة السياسة. رجال بتحب بطنة. قومي اعملي لنا قهوة لكان. وين هو؟ وين هو قلتي لي؟ وين هو؟ عم يحلق. ايش كان عم يعمل من على بكرة الصبح من غير شر يجي قلبه؟ عم يحرقش بالزهورات. صحيح وين صرت؟ وين صرنا؟ قال وين صرنا؟ قال وين صرنا؟ فؤاد هاجم على البلدية يا قاتل يا مقتول، معركة مش هينة، مش هينة ولا نتفة. وما بتسمع إلا هالناس، فؤاد عمل، فؤاد سوى. عطي فلان مصريات تشترى أوتوموبيل، عطي فلان مصريات تفوت ابنه على المستشفى، اشترى أرض فلان تقدر يدفع ديناته، وأنا بعرف. عزايم وسكر ووسكي وخواريف مذبوحة، العين فيها دايم مخرز. طولي بالك، طولي بالك، بعد لا صرنا عين ولا صار مخرز. صباح الخير. لك يا زلمة بعد ما لبست. ليش قداش الساعة؟ قداش الساعة؟ الساعة ساعة 10:15 صارت. ايه والله 10:15، منيح بكير، شو صاير؟ اعملي لنا قهوة يا مرة. لو ما حكيتش كنت صرت خوري. طب اجي اسعد رح اجيب لك ارجيلة كمان. لك لا يا هلا فاضيين للأراجيل. لك محضرة عرفت انك جاي، يلا بتأرجل لك شوي. يلا انا ممنونك مثل كريم. بدك قهوة؟ دخلك شو هالسؤال هيك؟ لك بدي شي نهار اطلب منك تقول لا. وانا بدي شي مرة اطلع معك تحت سحط البيت. ايه يابا من اولتها. لا شو اول اولتها واخرتها فؤاد. يا عمي قليل اللي عم يعملوا هالزلمي. والله اخوت يا زلمي اخوت. او لك كل اللي عم يخبروا عنه صحيح او لا؟ حساب ربعه بس صحيح، يعني صار حاطط له شي 200,000 ليرة. ايه والله يا عم، بس بتعرف انه زكي؟ ها كل اللي عم يدفعوا اعانات وخدمات بسموها خير، تعمل له دعاية وما حدا بيقدر يقول انه عم يشتري سواق. شو عم يحكي هذا؟ شو عم يحكي هذا؟ مين ما كان معه قده بيعمل مثله. ايه يا عمي والله يا عمي والله شو بقى. طيب هلا كل هالشغله مشان رئاسة البلدية ولا عقله مش مصدق؟ يا عمي شو بك انت؟ اول شيء ببلش برئاسة البلدية بعدين بيعمل نايب. طيب وافترض نايب بيدفع مليون ليرة تيعمل نايب يا زلمة. يا عمي والله نزلت علي المصاري هيدا من السماء، هيك بسنتين زمان صار معه من القرون، شبع فرد مرة، شو بعد في غير هيك؟ في ناس بحبوا يظهروا. طيب وطا يظهر ضروري يعمل نايب؟ معك والله حق معك. ايش بدنا بفؤاد هلا؟ نقل لي خلصتوا كل شيء امبارح؟ والله بقينا سهرانين للساعة وعدي. وان شاء الله ما طلعوش كتار المحيرين. يعني بدك تقول طلعوا فوق المية شوي. قلي مرقت على الاستيجان اليوم؟ ايه مرقت هلا انا وجاي نزل على بيروت، قال بده يمرق على بيت المراني بيطلعوا لهم شي 50 صوت. ما ودي ما في خوف عليهم، ما في خوف عليهم. عرفني. يسلموا يسلموا. اهلا. اعطيني عمك، اعطيني. بدي شي نهار تشيل غلط رد مطرحه. بقى يا سيدنا، من بعد كل الحسابات اللي عملناها امبارح، ومع كل اللي عم يعملوا فؤاد، بعدنا رفقانين، وإذا فينا نربح نص المهزوزين بإذن الله مسعودة. بلك ما العلة إنه جان ما معه لا نقلي، والمحيرين بدهم خدمات تنقدر نسحبهم. طيب حط كل واحد منكم يحط قرشين. حطينا فيه النصيب وما شاء الله. لك اش بده يحط؟ يحط الواحد، مش ممكن نقدر نزايد عليه. الاستاذ جان قال خلي معركتنا بلا عمله، لانه القرش اللي بندفعه بيدوبله فؤاد وبيتربله، مش ممكن نقدر عليه. بيحرقونا وجماعتنا اللي محيرين بيتركونا وبيفلوا. تعملوا عجب لما تكسروا بيضة؟ تركيني ما بيدي، متكلين على العائلة. متكلين على العائلة حق معك، متكلين على العائلة وجان عائلته أكبر عائلة. إيه أنا ما شايفينكم رح تهدوا، كم يوم بعد فيه؟ تلاتة والأربعة. داخلك حاجة تعدي على صبيعك، بعد فيه تنين، تلاتة، الأربعة، بعد فيه 12 يوم. 12 يوم، خي إيش بدنا فؤاد هلا؟ قوم جيب لي ليستة المحيرين كنشوف إيش بدنا نعمل. يلا. دخلك؟ إيه. صحيح انه فؤاد اشترى علقة بيت نصر ب50,000؟ ايه صحيح، جوزيف ابنه خبرني امبارح راحوا سجلوا. كم متر بتطلع؟ بتطلع لشي 2400 واكثر.
50 يعني المتر ب20 باخر كفر من ليت. ليش هو اشترى العلقه وحده ما اشتربت مصري معه؟ عم اقول لك فجعان فجعه فلتين فلتي يا رب نجينا. تفضل. هيك بشوف. وقلت اذا بتشيل شغلي بترجع على مسرحها ها بحطوا المنشفيه. منين جاب هالمصريات كله؟ طيب سافر سنتين، العالم كله بتسافر سنين مش سنتين، وقد ربع 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 ما فيش معه. نايني مفهومي اللي بتنزل علي المصاري بهالكترة هيك وبسرعة، هي دايما الشيطان وراها. لك لا شيطان وملاك، العملة ما إلها ريحة. مال الحرام ما بيطمر. معلوم ما بيطمر. لك حطي بالخرج، حطي بالخرج. المال الحرام هيدا هيدي بسوروا بسوروا يتحجوا فيها هاي الكلمة اللي لا معهم لا حلال ولا معهم حرام. قلنا لما تعمل أرجيلي كلفناك على الفاضي، يلا بتصير تسبلنا. فديك يو فديك ولو بس فكري أنا حرام الرزق هاك يحترق على الفاضي يعني. تفضل هاو هن المحيرين معروفين بيزيدوا شوي بيتغيروا شوي. لك تقلك شو بقى نعمل، انت اهتم بجماعة الحارة الفوقانية وانا بهتم بجماعة الحارة التحتانية، بس بدي وصيك خصوصي هيدا نخلي نخلي واخته وقرايبه بيطلعوا له شي 30 صور ها، وعمه بيقطع فيه وماشي معنا للموت. سامع؟ امرق علي انتو جاي كل عمره هو يجي لعنا بالاول، ليش تعب يتغنج دخلك هالمره؟ يما بدهم يكونوا جماعه فؤاد عملوا له شي ابري. مش بعيدي هو بتعرفه على الهله. بده يكون الاستاذ جا حاسس علي بشي من هيك وصى فيه خصوص هيك. هاي طمطم بظل مرة زمانا ألا دني صارت صعبة. أنا شايف لك بانتخابات الجاي ما راح فيك تحكي حدا. يلك يلا اللي ما بيجي لعندك روح روح لعنده. يلا قوم قوم شد حالك تشوف. ايه يلا شوف ايش بدنا نعمل. يلا يا ست ألبرتين. ست ألبرتين بخاطري. هاي تمام اسألنا خطرة وقول لها سلم ديتها مش الأرجيلة ما قدرناش كفاية بسيطة ما تعتلها معك الحين. وين بدها تروح هلا بعد شوي برجع أنا بشربها. بس ما تقومش من تحت راس الأرجيلة تيجي تترك التطبيق وترجع بكير عشية. يعني عامليني بخيل بألف خير من الله. بس معلش أنا مش مستحي فيه. وينك؟ إذا ما شربت اليوم لح يشربها بكرة. خلك صحتين صحتين. تفضل. تفضل. مع السلامة. مع السلامة. 318 319 319 321. ولك عد بقلبك يا درويش لا حتغلطني. وايش المصيبة نغلط بواحد او اثنين؟ ما نسيبينه بمية يا خيي. انا راح فوت على جوا لكن طيب طيب ما تحمق يا زعيم عود راح نعد بقلبنا. طولوا بالكم يا شباب كلها 5 دقايق بعد. ميلاد شكرا يا بيك. درويش هيدي يا سيدنا خلص طلع معنا سيكورو 412 بالحالة الفوقانية. لازم أكتر أكتر. ايه درويش أكتر لأنه الحارة التحتانية بفزع منها. ما تخاف من شيء، بإذن الله هالمرة رح تطلع أحسن من الحارة الفوقانية. صابي صابي أنا طالع عندي 307. شفت درويش؟ ها
ميلاد دائما فزيع بالانتخابات. هيدا الاصول. يعني بالمجموع عنا على مسوقر 307 412 بيعملوا يا فؤاد بيعملوا 719 من اصل قديش؟ ايه ميلاد؟ 719 من اصل 1370 72 مسوقرين؟ يعني مسوقرين؟ بالمية مية. ايش بيقول درويش؟ انا بقول عنا 800 مسوقرين. على كل حال على حساب ميلاد بعدنا ربحانين. المحيرين قديش طلعوا؟ قديش يا ميلاد؟ المحيرين شي 150 50 لغير. ليش يا خيي؟ عندك بيت بوجيريس ونادر واخوته هاو 50. اخ لو كان فينا ندبر لنطوس كان بيمشي بصالح معه. مستحيل. طماش وشعيا وبيت بشلوش ونخلة وعيال ونهاو مية. خيي بيت بوجيريس مش شو خلاص. ما الاستهجان ما ساعدنش وقت حريقة عولة ميشيل. ايه مزبوط. بوجيريس بعده معنا هو وأنيس. بوجيريس خرف من بعد الحريقة وأنيس فيلسوف ما بيطلعش منه شيء. اتكلي على جيريس عتبان على الأستاذ. طيب يا خيي دبروا الأولانيات انتو لأنه نهودي هايني واتركوا بيت شعيا وبيت بشلوش ونخل عليا. مستعد؟ قلتوا لي في 20 بالكويت و16 بسوريا. لايش يا استاذ؟ انت تدفع نيولونات ومصارفات؟ درويش بدي الشغله تكون كامله وعصوله وما تسال انت وميلاد على المال. باي ثمن بدنا نخلص من حكم الاستاذ. الاستاذ قال رح نمسح ومسح بإذن الله ما تعتل هم. ونفهمه كمان إنه مش من بيت بي وجيبه. ميلاد أمر يا بي. الطريقة اللي تابعينها كتير فيها تضيع وقت. ليش يا بي؟ ما نلحق ناس كتير ونحكي ناس كتير. أنا بشوف بس نحكي مع المفاتيح. آخ تغيرت الايام يا سيدنا. صار كل واحد مفتاح ذاته وصار لازم نقصده ونحكي معه. قليل الناس اللي بعدها بتنام عن يد حدا بهالضيعه. طيب وشو المطلوب يا خواجه؟ بالماضي كان المفتاح الانتخابي مفتاح وكان يمون لانه كان يخدم بالدوائر بالمشاكل ويكرمون. هلأ أني صارت الناس تخدم حالة بحالة وعند اللزوم صار الواحد بروح دغري للراس. يا بايكنا بتفتكر إنه لو منك أنت كان في حدا بيقدر يزحزح الجان عن رئاسة البلدية؟ بتعتقد كان في حدا بيقدر يألف لايحة ضده؟ جان صار له 10 سنين وأنت بتعرفه شباب ليك محبوب بيركض بيخدم بيشغل. ما كانش بالإمكان الحرب إلا بسلاح. درويش نحن بشو قصرنا؟ مين قال قصرنا؟ قولك نحن ربحانين بس مثل ما قال درويش نحن عم نحاربه بسلاحه. مثلا عم يخدم خدمنا بشهر قد ما خدم كل عمره، عم ينفع نفعنا بشهر قد ما نفع كل عمره. بعدين الناس شو بدها غير إنها تنخدم وتنتفع؟ ولو يا بيك ما انت سيد العارفين. هيدا صحيح حملت لكن حملتنا نقصها شيء. جان عن يتكل على حزبيته ويحكيها بالعاطفة. كيف يعني؟ يعني يعني عاطفي.
ومنين بدنا نجيبها يا سيدنا؟ ما نحن جديد. قال حالي ما بقى فيه إلا أنه نركز على أنه جان ما عمل شيء عمومي ويفيد الضيعة. يعني نقول أنه جان ما عمل شيء للضيعة. كل شيء عملوا تيخدم حزبيته ويضل محافظ عليها. الطريق ما زفتها إلا للي بخصوه. صحيح؟ صحيح. أخصامه ما سأل عن رزقه واستملاكاته. أصحابه ما قرب صوبه. مزبوط؟ مزبوط. غض النظر عن اللي ربوا بقر بنص الضيعة وخالفوا القوانين من جماعته وعمروا على الطريق. صحيح؟ صحيح. صحيح. مشروع واحد ما عمل بالضيعة. ميزانية البلدية عم تنصرف على كهربة الطرقات وكميون الزبالة وتعشيب الطريق. ويا ريت يا ريت بآخر الصيف مش بأوله. كلام كتير فينا نقوله. عم نقنع الناس بخدماتنا. نص الدراجة تهدمت. ما حدا فكر انه يرجع يعمرها. وعد والحقني بعمرك. بس يا بيك الناس منا سئلاني كتير عن العموميات. زهقت بدها تنتفع. اترك هالعملية علينا. نحنا أنا ودرويش مندبر القضية. مزبوط. ونخسرنا يا بايك بذوق بوشنا. نحنا هلأ نيه رايحين دغري نعمل اللي علينا. وانت طمن لي فكرك ومش رح يصير إلا على خاطرك. الله معكم والله يوفقكم. جاي اعملكم زيارة. شو عدا ما بدا. ولو شو هي اول مرة. ايه معلوم اول مرة. على كل حال اهلا وسهلا. تفضل فوت. اش بتضل واقف على الباب. تفضل شرف. مدري اي مدري مين بده يموت. ما تاخذناش. كنا عنا شوية غسيل ما فضيناش نضب البيت. اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. شو نحن جايين نجربكم. خير ان شاء الله. ونو الشيخ نخلي. مين؟ الشيخ نخلي. مبين سميته شيخ. ولو شو المشيخ احسن منه. وينو؟ راح الحق لي من قبل الضوء. الله يلعن هالعيش المرتي. اش بدنا نعمل؟ بيشتغل تيقبون عيله وبالكيت تيلحق. بدك منه شي؟ عايزه شوي. قولك رح يتأخر. اش بعرفني؟ عكل حال بعد ما صارش الظهر. لايكي هلأ بس يرجع قليلو اجا لعندك ميلاد وبيقلك شلو غلة الفحمات كلها. انا طالع هلأ عبيت شعية وبيت بشلوش وانا وراجع بمرق صوبه. قليلو ما يعتلش هم. الدافع سلف. اش تريد الفحمات كلهم؟ اسم الله عليك. اش اشتريت ترين السكين؟ بكره بتشوفي اش راح اعمل. بكره بتشوفي. ولو قعدت نعمل لك فنجان قهوه. لا 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 ممنون. ما انا قلت مش جاي تعملنا زياره. جاي بشغل. الفقير ما حدنش بيزوره. يا عنقه الفقير ما بزوره الا الفقير اللي مثل حكايته. وانا مثل حكايته. لا الله لا يقدر تكون مثل حكايتنا. يا علقة الفقر مش عيب. عيب انه الانسان ما يعرفش يتخلص من فقره. يلا يلا كميلاد. المهم الواحد ما يعتازش حدا.
شوفي يا عنقة، الواحد لما بكب القهوة عتيابه بيقولوله خير، بيقولوله خير ليعزوه، ولما بقول انه ما يعتزش حدا بكون عمال بعزي حاله. عكل حال قليله لنخلي اذا عباله يشرب ماء مسقعة من البراد خلي ينطر ميلاد. ها خاطري. مع السلامة. مع السلامة. لك العوافي. العوافي بدي اكل. استبر نت بدي خبرك خبريه. هات تشوف. جالا عنا عبكره ميلاد. ميلاد؟ ايه ميلاد هذا؟ ايه ميلاد بوطاية جا من ساعة الهون وربط على غلط الفحمات كلها. ربط على الفحمات؟ ايه وقال رايح عن بيت شعيا وبيت بوش بوشلوش. ايه وقال رجع لعنا الهون. يا ابن المنيح نخلي قال بتدفع سلف كمان. يا ابن المنيح يا نخلي جيت والله جيبها. ميلاد بدو يشتغل فحمات تيولعهم بالانتخابات. ياه يقصف عمري عشان حمارة. وانا اقول اجيبه لهون. ولو بتعرف كيف سأل عنا. كيف سماك الشيخ نخلي؟ الشيخ نخلي ميلاد عم يشتغل للخواجة. الفي بده كل الفحمات. ها دفع سلف. ها يا ابن المنيحة يا نخلي. طيب عال منجيب براد. تبغضي بجهني لعيش بدك البضل ودخلك وانت العيش بعرك ملزق لي بالاستاذ جار. مش ملزق بحدا ملزق فيكي. فعليك يا نخلي على اللزقة الامريكانية اللي طلعت لك. صحيح بدي اعرف مين اللي طلعت له اللزقة الامريكانية. بس على كل حال يا رجال اسمع مني، ما حدا مش عم بيعملنا شي. شوف مصلحتك ويني والحق. هالنقلة جاد دوري. هالنقلة دوري. ايش دوري؟ خواجة نخلي. شيخ نخلي. استاذ نخلي. بنت خيم مع اللي بمثلي ايدي. ولك يقلع عليك والايدك بيع الفحمات. اعطيني سيجارة وسكتي بتشوف ايش بدي اعمل. خذ. ايه بعطيك اياها هادي. سليم. حق الفحمات سلفة بديش. مش معي واس. راح ينبيعوا على كل حيل. راح يدفع ميلاد زيادة حق الفحمات مش راح يعطي. ما هو بده يلحس اصبعه كمان. الاستاذ جان كم سنة ما شفتوش يا نخلي ببيتك؟ سنتين ثلاثة. جبنا ولد وعمدنا ولد هو بينه بغيرنا. ايه؟ احنا بجيبته. احنا بجيبته. ايه اخ يا نخلي اخ. ولك اعتز يا نخلي اعتز. لا 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 اعتز يا نخلي. لا يخرب بيتك اسكت يا جنان. لك اسكت اخوات. هلا اذا حدا سمعك من برا بيفتكرك اخوات. ليش انا بعد عندي عقل؟ بعدني بعقلي انا. اعتز يا نخلي اخ يا نخلي. شو الخواجة كريم؟ حلقتو طعم البار يا ابني طفي نار. حلقتو طعم البار يا ابني طفي نار. من
مزهزه نخلي صوته طالع لبرا. شيخ نخلي بتعمل معروف لك ما تكرم وبيك كمان. لك يا عم الدين هاي وهاي وكتلو كتلو يا قلبي كتلو كتلو كتلو. شو صاير له جوزك؟ شو بيلي طرق له كيسين على بكره اليوم؟ انا الشيخ وانا البيك انا اللي بحكي. اولا مرحبا خويا كريم. وثانيا لك يا عمي وينك مخبى كل هالمده؟ طول بالك طول بالك طولت بالك. ثانيا انا مبسوط كثير لانه الله اطلع في يا عمي. الله كبير والله كبير يا عمي والله كبير. شو بدنا بهالحكي؟ وهلأ تعرفت؟ هلأ تعرفت. طيب وكيف عرفت؟ لانه لو ما كان الله كبير ما كانش بيعمل انتخابات. تعرف ليش بيعمل انتخابات؟ لا هي تخبرنا تنشوف. حتى نخلي هاللي مثل نخلي شوفوا خوجات ببيوتهم يسألوا عنهم يقولوا لهم مرحبا وما يزعلوش اذا ما صقيوش قهوة. ايه ما الخواجه ميلاد بوطايع جلهون والكل. هلا هيدا عملتيه خواجه؟ ايه ليش مش خواجه؟ ما اجا وربط عغلة الفحم والدفع سلف. حلوة ها، ليش من ايمتى كانوا فحمية نخلة يكسدوا؟ ايه؟ ولا بدو يضحك عليكم من كيسكم؟ بس نخلة ما كانش هون. هلا ولك يا عم جيبيلي لقمة ملوه متت من الجوع. حطيلك شرغيف بتمك ما اصحب تسكتيلك شوي. عيب قدام الناس. حتى الاكل عند الفقير عيب؟ لا انا شيخ اليوم بقدر اعمل مثل ما بدي والبديه. هيك روجي. طيب رح اعمل لك عروسه طين سكش فيها. كل شي عال كل شي ماشي حلو. بقول لك معي كاتشتين ممنونه. ايه ممنونه. هيك لكين ميلاد جاي يدق فيك. ميلاد بحبنا وعم بفتش على مصلحتنا. بيشتغل فحمات بيطيح فكرنا ولا احمل كيس لها ونيك وكيس لها. دخلك من ايمتى ميلاد بتهمه مصلحتك؟ يا خواجة كريم يا خواجة كريم. ولا الانسان العاطل ايه بصير صالح. هيك الله قال. بعدين ميلاد نيته مليحة. نيته مليحة حاجه تتوالدن الله يخليك. مش عم بتوالدن يا خي مش عم بتوالدن. فإذا اسمح لي اقول لك انك عم بتسمسر له انت. ليش؟ ليش؟ لانه بكره بده يقول له لفؤاد انه اشترى منك الفحمات ب 2000 ليرة وهو بيكون دافع لك 1000 وبيلف الباقيين. اعتقنا من سيرته يا. ايه شو بدنا فيه؟ طيب انت شو بيك هالمدة كلها ما طلعت صوبنا؟ زعلان شي؟ قلت ما كل عمرك تضرب بسيف الاستاذ؟ لو طلعت صابكن كنت شفتكن ببيتي؟ كنت صرت بيك شي؟ كنت صرت شيخ؟ كنت بعت الفحمات كلهم فضلت؟ ابدا ضليت قاعد والخواجات وطوا روسهم وفيتوا لعندي. هلا روي وبلا جعدني. مش عم بتجعدن، عم بحكي جد كثير. طيب سمعت قلبك. شو؟ اولا نحن ما معنا مصاري ندفح الفحمات كلهم. وثانيا جاي اقول لك انه هالمره المعركه معركه كسر عظم والاستاذ حرام حرام ينكسف. القمر بينكسف. ايش الاستاذ احلى من القمر؟ يا لطيف ايش علاقه اذا انكسف؟ هلا انت هيك عم بتقول يا نخله؟ مش صحيح القمر بينكسفش. لك يا نخله اولا الاستاذ ابن عائلتنا ما بيجوز هالمره خصوصي خصوصي هالمره ما بيجوز نخون فيه. والانسان قيمته كرمته مبداه. خواجة فؤاد مفكر كل البشر بتنشرها. لك ما تزعلش مني كل واحد له ساعة. بس حيش تحكي مثل استاذي قول مثل شو استاذي استاذي قول مثل شو استاذي. لك بنتخب مع فؤاد مثل كل عمرك كنت تقولها هل عم تتردد. ليش انا رح قولها عنك هالمرة مثل البهيل. بك ايه مثل المهدي. خلاص خسرت 30 صوت 30 صوت. تفضل. يسلم ايديك. ايه يا مرا ايه. طيب اسمع بدي احكيك كلمة. أنا عم باكل بحبش لا اسمع ولا احكي. بس خلص بسمعك شوي. امرنا لله.
وليه تركك ابن روزة بهالحشرة؟ اش بعرفني؟ بده زودة قال. وانا بالكيد يطلع لي اكتر منه. دخليك؟ عرفي اش بده مني خواجة اسعد حط لي خبر تلاقيه الهون؟ بخامل مشان الانتخابات، كان بدهن اياك وانت ترتبوا النقليات. يعني بالانتخابات بيخضوا لنا مخنا. كل مرة منتعيدة مع بعضنا ثلاث اربعة اشهر بلا طعمة. ولو انتو بيت بوشلوش هيك بتقولوا، ما كل عمركم من عظام الرقبة. يا ست لوبرتين، خواجة فؤاد عم ينفعنا، عمارته جديدة، شغل حديدة كله من عنا. هيك. ولو 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 اللي مثلك هيك بيقولوا. الله معك ست لوبرتين. يا خواجة أسعد، في مصلحة بالنص. رجال عند غرضها نسوان. ولك يا طيب، وهلا اللي مثلك هيك هلا مشان ورشة عمار بتتركونا؟ لكن اللي بيطلع من الثياب وبيبرد. يا عمي محير، بركي لا مننتخب لهون ولا هون. يا واش منكون عملنا؟ انا هلا جاي مخصوص كرمالك، بدي احكي انا وياك كلمتين. فوت لك فوت، عايز تطلع وراك. تفضل. ايش صار لك؟ ولك يا زلمي ايش بده صري؟ بس ايش؟ يشوفوك ويخبروا الاستاذ انك جيت عبيت الخواجة فؤاد. قول انك فزعان يزعل. فزعان؟ وليش بدي افزع؟ شو انا ولد صغير؟ لكن يا زلمي ما في، كل عمرنا نحن وياه، وما في مرة بدينا بالعاطل نطلع منه هيك؟ ليش نحن مش هيك كنا؟ اشتلعنا منه اللي اشتلعنا منه، كان يبعثنا كل يوم طحني بالكاد يضيفنا في الجن قهوه. تشرب ويسكي؟ تعال بدي اصقيك ويسكي. ويسكي بدي اصقيك. عود عود لك بيت مفتوح. عود انت بالشربين ويسكي يمكن دخلك. طيب الويسكي؟ ولك إذا الويسكي مش طيبة اللي بياكلوهم معها طيبين؟ يا زلمة بكفي إذا اعتزلك قرشين بدينك ياهن، وهات يسترد دينه هات له وبشغلنا، وبكفي ولا مرة ركب عكتافنا. الأستاذ قضيها على الراحات، وإيش طلع لنا منه؟ أكتر شيء تطبيس على الكتاف. وبعد هذا وكله ولو جيت لعنده شو صرت زلمته أنا؟ وإذا صرت زلمته عيبة؟ صدقني الشغل مش عيب. بكره بتشوف. ها الدخان الويسكي المشروب كله بياخده من عندك من الدكان. تعرف والله صرت مشتاق شوفه، بدي ضل ناطره حتى يرجع. الليلة صعبة شوي لان عنده عزيمة وفيها ناس كبار وغرب. تيجي بكره منك لحالك؟ شو ما انت صرت من البيت بدك واسطة؟ شراب ويسكي؟ لقال لك شراب صحتين. اهلا بشعيا. اهلا. وانتو كيف شايفين الحالة؟ عالوعودات، اذا الوعودات كلها صدقت الحالة منيحة. من مين خيفانين مثلا؟ يا انطون بالانتخابات المعروفين عسلنا الرمح معروفين، واللي ما بيتظاهروا بيحاربوا هاو بنخاف منهم. قولي هيك مزبوط، بس بكرة بتشوف النسوان بدهن ينجحوا للاستجان لأنه حبوب ومهضوم. يا خيي بالمية مية النسوان بينتخبوا مثل ما بيقولوا لهم بياتهم وولادهم وأخوتهم. قليل كتير تمرة تنتخب عزوقة. ليش؟ ما قصة مرت ألبير مشهورة بالانتخابات. أول شي مرت ألبير بتحب تكسر مزراب العين وتقول إنها عندها شخصية. ثانياً ألبير ما كانش زعلان مرته تنتخب ضده، هيك ببيض وجهه على الجهتين، لأن لو ما بده إياها تنتخب ضد إرادته كان فرك لرقبتها. ما هالمجوية ما بتسترجي تنشر غسيلاتها برا، بتخاف تظهر على الجيران. إبدا تنتخب ضد إرادته، وش بدك بالحكي؟ ألبيرتين معها حق أنطون، معها حق. أهلا 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 أهلا. مرحبا خي أنطون. أهلين أهلين. مرة أولى تشوف. أهلين. عليكم. كيفك هلا؟ يعطيك العافية. الله يخليك. إيه اهلا خي انطون. اهلا فيك. شفت أهلا. كيفنا محتلين لك البيت. يا عيب. شو البيت بنص الضيعه بيطلعوا منه؟ اهلا وسهلا فيكم، ولو خسرتونا قهوه. يلا ايه بس الدخانات من جيبتنا هي وقت نشرب دخان. ايه خي انطون شو عاملين؟ بيسألوا ايش عاملين؟ هلا طولي بالك انت، انا ما بدي اسألوا مع مين بدهم ينتخبوا، عم بيسألوا بس انه طيب يفتح سبيلك، اسألنا سؤال بضلك مدهن بارود. خبرت الخواجة أسعد إنه درويش دق في اليوم عبكرة. قلت له روح. حمام عربي على المزفت.
عملت قهوة؟ شدبت عليهم وقالوا شربوا، بقوم بعمل؟ لا يا عمي شو الدنيا غصيبي؟ ده يقطع القهوة. ايه ايه حديثك ما تعرف يا أنطون. يا خيي نحن رح نعمل أكثر من قدرتنا. ايه صدقوني، يعني صيت العائلة قبل الكل. بإذن الله فؤاد بياكلها، لأنه الله مش عم يرعى بقر. بعدين وين كان فؤاد واللي عم بيشدوا عم شدوا يوم اللي كان الاستاذ وبيو حاملين بيرق الضيعة؟ عفيك يسلم هالتم، هيدا حكي مش مثل سمير. مع انه الاستاذ من سنة عكسنا برخصة البلكون كرمال بيو لسمير، بس على كل حال نحنا فيناش نطلع منه. ليك وحياتك على المسك، اذا ربحنا خيك مرقص من تاني يوم بصير بوليس ثالث بالبلدية. وعدوا خدها من هدا. الله يخلينا ياكل، ليش نحنا ملنا غيركم؟ نحنا لبعضنا. يلا بخاطركم خليك قاعد يا عم. الله معك يا انطون، مع السلامة. شرف الله. انا نقول لحدك ست البرتين. ايه ايه خبرني مين شفتن. والله يا اخي شو بدي خبرك تخبرك. ميلاد اخذ شاعية لعند فؤاد. الاسمر معنا. بيت فاضل طبعا له من شان الطريق. وبيت بوشلوش اغلب الظن اغلب الظن ما بيروحوا على الانتخاب. قرأ سمير من هون هلا وقال هيك. بس انا بقول هودي بدهم يروحوا ضدنا. ما بعرف. ونخلة. نخلة؟ تتحكم بيه. الله وكيل ما فهمت منه شيء، صار يزقف وينط ويرقص ويقول انا شيخ وانا بيك وما بعرف شو. وميلاد اجى لعنده وراح يرجع، وانا كمان رح ارجع عشية تاخذ جواب منه. هلا عشية بتروح معي وتتفرج. مأكد بروح معك وبطريقنا بنمرق على عمه. ايه نحكي احنا وياه. اسمعوا هالخبرين. ايه التقيت بالدكتور توني. ايه من جد بتبو شكري كيفهم يا زلمه؟ ما حدا اشطل منهم. يا عمي هو سباع سباع. ايه ما حدا اطل منهم. ايه ما في شك. هلا انت طولي بالك شوي. بيقوم يا سيدنا الدكتور توني بيلتقي في ميلاد. ايه وبيحكيته يمشي مع فؤاد بالانتخابات. وبيقول له انه فؤاد بيقدر الطيبين ولازم يعمل له زياره. هيك بيصير فؤاد يتحكم عنده وبيدفع على كل فحصيه 50 ليره. وانت بتعرف الدكتور توني قديش حكيته مسمين. ولو كان بيحكي شوي قال له انا ممنونه بس مع الخبر انه انا باخذش مصاري من اهل الضايعه. وان شاء الله بس يسخن فؤاد وبيجي لعندي مش رح ياخذ مني رح حكم ببلاش. وايش عمل ميلاد دخلك؟ ايش بده يعني؟ لف دمته بين اجري وفركه. شو رجع الاستاذ جان؟ ما تلفش. طيب انت بدك تكفي هالرجيله؟ شو بعرفني ولك بعد بتحرز؟ بس ما تعمل لك فنجان قهوه المره يمكن بتضل. لا لا رح اقول اعمل لك. لا ولا بتعمل لنا فنجان قهوه. وينك ست البرتين؟ جيبي لي نتفت مزاهر. كترين كترين. عارف ايش اسمك انت؟ الخواجه بلاد بيطلع لي مش هيك؟ وين الخواجه الاصلي؟ راحوا ما قالش لوين. ايش عملت؟ انت ايش عملت؟ والله هالمره طلع الحق معك. انا كنت غلطان. الحكايه ما كانتش مساوكره مثل ما نحن مفتكرين. لا مساوكره مساوكره. هلا انت صرت تقول مساوكره؟ حساباتي مزبوطه. ايش عملت انت؟ صب لحالك ويسكي صب. والله انا بالي مش مرتاح. بيني وبينك بطيخ يكسر بعضه. بدنا نرجع نتحمس ونعمل كرايز قلب مثل ما كنا مع الاستاذ. لا هلا الشغل شغل والعاطفه بالبيت. مش هيك بيقولوا اللي بياكل خبز السلطان بده يضرب بسيفه؟ بس هلا ما بقينا نضرب بسيف حدا ولا نموت كرمال حدا. اش عمل نخله؟ ما شفته بس رح ارجع لعنده وربط له الفحمات. ادفع له شوي زياده. هيدا شغلي، انت متكل علي ولا لا؟ اش قررت تعمل؟ بايش؟ بالانتخابات. اش بخصك بالانتخابات انت؟ ليكو كرجال،
إذا ميلاد بياخد الفحمات كلهم وبيدفع سلف ليش أي سنة كسد عنا كيس فحم؟ بس بفرض دفع أحسن بلا كثرة حكي. أنا بقول حلو الألف ليرة بفرض شقفة. أفيش ألف ليرة بفرض شقفة وحياة الصبي أشعبك بالصبي كل ساعة من التاني بتحلف فيه. بدي اجيب له طعم واشتري براد يشتريك عزرايل وتعرف ايش الواحد يحكي معك مثل الاوادي. قومي افتحي قومي من ضمن دق تفضل تفضل. اهلا وسهلا. هاي رجعت ومش وحدي. اهلا خواجة اسعد شرفتنا. والله العظيم عز علي كتير اعرف انك محير. ليش يا خواجة اسعد؟ ليش اسأل حالك ليش بدك تتحير ها؟ ليه؟ ليش؟ من أولتها لأخرتها ايش عملتولنا؟ شو؟ ما حدا ايش عملتنا شيء. أنا من زمان حطيت بعقلي إنه هالمرة لا رح روح ولا رح بجي. مرة كنت قاعد حد المشحرة وسألت حيلي قلت الايش السياسي الايش؟ جاوبت حيلي بيستكرونا وبيحمسونا ونتقتل مع بعضنا وبعدين بيعدوا هن بالسهرة بيلعبوا بالورق مع بعضه. وانت ما لقيت تصلح العالم الا بهالحشرة؟ طيب والعيش السياسي؟ العيش السياسي تبقى اسأل حالك هالسؤال بعد الانتخابات مش هلا. لك يا زلمة انت رجال فيك دم. اذا قالوا لك الاستاذ جام بيسقط اذا انت ما انتخبتوش بتنتخبوا ولا ما بتنتخبوش؟ ما نشوف لو وقتها فرش. قديش بعد فيه؟ في 12 ايام بعد. وين بكير بعد يعني سفهتنا وسفهتنا. طيب بكره الاستاذ جانا بيجي وبيحكيك. بكره؟ ايه بكره قال له ما يتعذبش انا مش بالبيت. طيب وانت بدي؟ انت بدي انت بدي مرحبا شيخ نخلي. مرحبا. أهلا وسهلا. الله يسعدك. جيت لعندك على بكره. والله عديت طارق بار يا بيني طفي نار. عديت طارق بار يا بيني طفي نار. شو بك يا زلمة؟ أي ساعة رجعت؟ قبل ما وصل كريم بديت فيه. كريم جال هون؟ جييييه ولك هالبيت مش عم بفضى. شي فايتين شي ظاهرين كريم وأسعد. عيبك يا رجال، قول على لين الخواجة كريم والخواجة أسعد. ليش؟ ما أنا الشيخ نخلي والشيخ أكبر من الخواجة. شايك يا وليد؟ مزبوط. درويش؟ بلقني هيك تهيب. احذر إيش عم تقول بقلبك. أنا بدي أحذر إيش عم تقول بقلبي أنا؟ إيه أنا حذرت. قول عم بتقول لعوز الكلب قل له يا سيدي. لك عايز صار لك قل لي اسمح لي يا سيدي حتى احكيكم بالانتخابات. عايز صار لك بكناخلي. اصل بخربها شو هذا النتع هيدا سيجار انت شو؟ لا 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 اوعى. ليش اوعى؟ اوعى ينكسر. خد اشو شافت ازاز. هاتوا الهون هاتوا الهون يطعنوه ولطعنته حتى ذوقه ما جيتيني بعتله. لا 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 تعودش عليه حقه شغل نهار. انت صاحب القلوف. ليش وانا عم بدفع حقه من كيسي؟ ليش قديش حقه؟ ليرتين. بحياة الله. والله يا ويلي يا ويلي. شفت الروحة عند الخواجة فؤاد قديش بتنفع؟ انفخ فينا فختين تشوف. لك حاجة تهرج كزلمة. شو عملت بالفحمات؟ هو بدخن منه؟ على طول. كم واحد بالنهار؟ 7-8. وبنو تبعك انت جايبتي ابي حرقاش؟ لك ايش عملت بالفحمات؟ ليك يخذل عين عنه يعني بده يعني 20 ليره بالنهار؟ لك يا زلمه جاوب ليش عم تردش؟ بردش؟
جايين تطبقوني تمشي مع فؤاد؟ جايين ندلك على مصلحتك. لك يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم، كل عملكم ملزقين بيت الاستاذ. هلا نبصم خير واجوا على مخ فؤاد وكبروا عقلاتنا. كيف حالتكم؟ مثل الحديد. ليش بدكم الفحمات؟ انا تدفع عليهم. ايش بدك انت؟ بدك بيعهم او بدك بيعهم؟ قول يا ايه يا لا. معقول بيع، بس بدي اطفيها مني لفؤاد على السعر. طيب نجيبه لعنده. شو؟ ايش عم تقول؟ انا اروح لعنده؟ يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، انا فحميتي هيك هيك نفقين، بعتوه هو لو. مليد روح لنجيب الخواجة فؤاد هلا قبل العشاء ونخلص من القصة. حروي 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 هيك هيك. لا مش علي، انا علك مشغول. اذا بده يجي لعندي يوم الحد عبكرة الساعة 5 يكون بالبيت. كيف؟ يوم الحد عبكرة الساعة 5 يكون بالبيت. يعني بدك يانا نوعي الخواجة فؤاد الساعة 5 عبكرة؟ ها انا مش فاضي الا بهالوقت. اذا بده يجي اهلا وسهلا فيه، بدوش يجي 60 سنة و70 يوم على القيطة طعم خبابة يا ميلي طفينا على القيطة عنا عنا. تعال بصر تعال بصر هل عني هل عني انا نخلي بقى هيك بتجاوبيني؟ تعال بس عم بقول لك احنا ما بتعرضيش. يلا ايه 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 لا 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 الناس عدلوا بقلوب أخدوا حبيب قلبي مني خلوني أدوب. روح يا خي منجي يوم الحد ساعة 5 عبكرة يلبق ليك شكل الناس بقلوب بقلوب أخدوا حبيب قلبي مني خلوني أدوب. يلبق ليك شكل الناس لو بقلو أخدوا حبيب قلبي.